دفعت أزمة الطاقة في لبنان الناس إلى حلول غير مألوفة في إطار بحثهم اليائس عن المتطلبات الأساسية للحياة، من الهواء النقي إلى الكهرباء ووقود السيارات وحتى مجرد ثلاجة عاملة. وبات انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 22 ساعة يومياً التقليد الجديد في بلد مفلس تفتقر أسواقه إلى كل شيء تقريباً. صعبة كون عم تجي الكهرباء، أوقات عم نضطر نضوي التليفون نشتغل نكفل بدون شغل، ما في لا كهرباء لا بنزين لا مازوت يعني. وأطاح الانهيار الاقتصادي بالعملة الوطنية، ما دفع بأربعة من كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر. وتسارعت وتيرة الانهيار هذا الشهر بعد إعلان حاكم البنك المركزي رياض سلامة عدم القدرة على الاستمرار في دعم المحروقات، وساد الهلع في أعقاب هذا الإعلان، وخفض موزع المحروقات الكميات التي يتم توزيعها لتصطف أرتال من السيارات أمام محطات الوقود. صار لي يومين أنا موقف على باب المحطة ما عم نقدر نعبي، يعني ما في أكثر من هيك زل. المحطات في عندهم بنزين، وأغلب الأحيان عندهم بنزين لأنه بلش يعبي بنزين قبل، هلأ وصل بعض واصل الصغريش، بلش يعبي قبل ما يبلش يفضي، يعني معناته عنده بنزين. نقص الكهرباء والوقود أجبر أيضا الكثير من المقاهي والمطاعم على إغلاق أبوابها، وتلك التي لا تزال مفتوحة فيتردد إليها غالبا أشخاص يريدون شحن هواتفهم والحصول على قسط من الراحة في أماكن تشغل مكيفات التبريد. سكرنا 3 فروع على حديد هلا، ويمكن سكر بعد. نحن عندنا 8 فروع بلبنان من وراء أزمة المازوت، يعني مجبورين انجبرنا نسكر. وبدأ صبر سكان لبنان ينفد، وكذلك قدرتهم على الصمود مع انهيار اقتصادي بلا قعر، نقل البلاد إلى حالة معاكسة لما كانت عليه بالمطلق.